يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أمر زوجته بإجهاض جنينها الذي بلغ 3 أشهر ولم تنفخ فيه الروح بعد، وماذا عليه؟ لا يجوز له ولا يجوز لها أن تطيعه، يجوز له أن يجهض الحمل، لكن لو دعت الضرورة إلى الإجهاض وقرر لجنة طبية موثوقة أنه أن الإجهاض ضرورة يعرض على أهل العلم ينظرون فيه، ما هو الأمور فوضى، من شاء يجهض يجهض والزوج يأمر زوجته فتجهض، هذا لا يجوز، لا اعتداء. نعم.